السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تفسير الأحلام. هنتكلم النهاردة عن رؤيا الميت يلبس ثوب أبيض في المنام. تشير رؤيا الميت يلبس ملابس بيضاء ويبتسم إلى حصول الرائي على الخير والنعم الكثيرة، ورؤيته يرتدي ملابس بيضاء ويمشي في مكان واسع دليل على حصول الرائي على رزق وخير كبير، كما أن الرؤية تكون دليل على تمتع الرائي بمكانة ومنزلة عالية ومتميزة في الجنة. رؤية الأب المتوفي وهو يرتدي ملابس بيضاء تكون دليل على أن هذا الأب في مكانة مميزة وعظيمة في الجنة، كما أن هذه الرؤية تكون دليل على أن الرائي سوف يحصل على خير ورزق كبير خلال الفترة القادمة. وتشير رؤيا الأب المتوفي وهو لابس ملابس بيضاء إلى تغير حياة الرائي للأفضل. تفسير رؤيا الميت يلبس أبيض في منام العزباء. العزباء التي ترى أن ميت يرتدي ملابس بيضاء دليل على قدوم الخير والرزق لها، كما أن هذه الرؤية تدل على تغير حياة الرائية للأحسن من جميع جوانب الحياة. وعند رؤية الميت وهو يلبس ملابس بيضاء في منام العزباء تشير إلى قدوم الخير والمال الكثير لها، بالأخص إذا كان هذا الميت أبيها. رؤية الميت يلبس فستان زفاف في المنام دليل على قدوم الأخبار السعيدة والمفرحة للرائي. تدل رؤيا الميت يطلب الزواج من الحي في المنام على حظ الرائي الجيد، بالإضافة إلى تمكنه من تحقيق أهدافه وأمنياته. ورؤية المتزوجة والدها المتوفي يرتدي ملابس بيضاء في المنام فهذا دليل على قدوم الفرح والسعادة والصحة الجيدة والبركة إن شاء الله. وإن حلمت السيدة المطلقة بوجود فرد متوفي يرتدي ملابس بيضاء فهو دليل على أن أحوالها سوف تتغير إلى الأفضل في القريب إن شاء الله، وأنها سوف تتجاوز فترة من الأجواء الصعبة التي عاشتها. أيضا رؤيتها لشخص ميت تعرفه من أقاربها يرتدي ملابس بيضاء دليل على أساس أنها تستقبل أنباء جيدة في خلال الفترة القادمة. ولو رأت المرأة الحامل في منامها شخصا ميتا وكان مرتديا ملابس بيضاء اللون، على هذه السيدة أن تطمئن لأنها ستلد بسهولة ويسر دون أن يلحق ضرر بها أو بجنينها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسيرات جديدة ومتنوعة، فلا تنسوا تشجيعنا دائما بالضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة ليصلكم دائما ما نقدم من أحلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.